يعني خلينا بقى كابتن سيد, ايه اللي قد حتى لو الاهل, طب الاهل عمل في ماتشات كتير في تشكيل تغييرات 6 7 تغييرات وكسب وكان عامل ماتشات كويس يعني, كان كسبان البلديه وعامل ماتش كبير بس ما كانش عنده المساحات دي. والنقطه الثانيه استسهلت الماتش يعني, اللي فتح المساحات دي طيب يعني بها برضو لعيبه الاهلي, بها برضو هقول لك على حاجه, بها برضو التشكيل اللي موجود يعني باستثناء عمر ده مش مكانه, بس ده اكرم توفيق برضو باك رايت في الاهلي مهم, ده رامي ربيع سيرد باك رايت دخل منتخب مصر, ده علي معلول, ده مروان, اكرم توفيق موجود في المنتخب او في المنتخب بس عادي عادي كده برضو ما لعبش مثلا تيم كبير, وده نص الملعب اللي كسب الاهلي فاينل الكاس على يعني لحظه واحده, ده الفرقه بتاع الاهلي يعني التغييرات اللي عمل رجع وادي مروان وادي امام وادي قفشه, مش ده نص الملعب اللي في الكاس حصل تغييرات فلعب مش نزل قفشه ونزل مروان, الاهلي سيطر ربع ساعه وقفشه النهارده من احسن الماتشات ليه تقريبا. طيب وده رضا سليم مش ورضا كان ماشي كويس جدا حلو, وده كريم فؤاد من اللعيبه يعني لعيبه تقيله لعيبه كويسه اللي موجوده يعني, ايه السبب برضو اللي ما عنديش لعيب مثلا راجع من اصابه شهرين, ما عنديش لعيب. انا وجهه نظري هي حاجه واحده اللي خسرتك النهارده, المساحات اللي بين لعيبتك حتى كولر بيقول لك اسوء مباراه في تاريخنا طبعا, لان اسوء اداء دفاعي من ساعه ما مسك الفرقه. كولر عمره ما لعب بالمساحات دي بين نص الملعب والديفنس, عمره ما لعب بالشكل ده. لا لعب في ماتش سان داونز, اسوء اداء دفاعي ماتش سان داونز كان اسوء من كده. لا والله كان اسوء من كده, ده كان شوط 8 ده كان الفرقه بتدافع. لا هو سان داونز ضيع جوان كتير جدا, هو كان الاهلي كان عنده مشكله كبيره في الفتره اللي هي قبل ماتش الهلال, ماتش الهلال بتاع بس مش كده. لا كان عنده مشاكل زي دي كده, وكان كان في ثغرات كبيره, وخصوصا انت اصلا انت كنت اصلا متلعب سان داونز مش فاتح الملعب يعني, في الماتش اللي هناك ما كنتش فاتح الملعب, وكان عندهم كميه الفرص دي كلها يعني, انت كنت فاتح يعني انت في الاخر. هو قال لك اوسع مباراه ما تعديها دي على دي واقفه ماشي, انا بقول لك انا بقول لك هو بيقول هو قال لك اسوء مباراه دفاعيه ليه ماشي يا راجل بيعترف. بص هو لو كان حاسس اللعب وحش, هو الفرقه دي لو كان مستر كولر لازم تقول له دي الثانيه يعني, دي بعد ماتش الزمالك اللي هناك في السعوديه ما كانش يحصل كده, لكن هو اللعيبه دي يعني ممكن تكون اتغرت في ماتش الزمالك واحنا كسبنا الزمالك وكده واحنا كويسين والراجل شايف كده برضه. لا هو الطبيعي ما اتغرتش يا كابتن, لا اتغرت في الاداء يا كابتن. لا لا مش اتغرت هو بقاله فتره واحد بطوله افريقيا, افهم قصدي, بس انا النهارده ممكن ادي واكسب مش بتغر في ادائي, مش ان انا مثلا ايه ان انا يعني هو ريح وقال انا هكسب باي حاجه بالظبط, ده اللي انا اقصده مش حاجه يعني, والتركيز قل شويه. لا ده مش انا اقصده سايب. لا هو غير, هو بيغير بعادته كتير في الملعب, بس ما عمره ما لعب بالمساحات دي يعني, حتى مهما تغير لعيبه جوه الملعب ما بتعملش المساحات دي حتى مع مرور الوقت والماتش شغال مظبوط, ما بتسيبش ليه بقى طيب المساحات والحاجات دي كلها, عشان بقول لك هو اكيد ما اللعيبه دي ما حسبتش نفسها على ماتش الزمالك يعني, ماتش الزمالك هم كانوا برضو وحشين يا احمد, النادي الاهلي كان وحش برضو, بس نادي الزمالك عشان كان برضو قلقان وخايف ما باينش ده في النادي الاهلي قوي. وكمان النتيجه بعد الشكل ده بتاع الاهلي, الاهلي يكسب 2-0 كمان, وكان ممكن يجيب الثالث في ماتش الزمالك أوه. دي حاجه غريبه برضو اللي هو اديته خلاص انا هكسب باي حد وهكسب او موجود والكلام ده كله, وماتش الاهلي والزمالك بعيد عن يعني بعيد عن طيب. ان هي لا مش بعيد عن التقييم, بعيد عن ان الشكل كان واحد, بس في الاخر النتيجه طلعت شكلها حلو. لو واحد ما شافش الماتش وقلت 2-0 هيقول لك ده ماسكين الزمالك مقطعين الزمالك, وفي الاخر كان في واحده ثالثه مرتده كان ممكن الاهلي يجيب جول ثالث يخلي بقى يقول لك 3-0 ده 3-0 لا ده الاهلي ماسكهم من اول دقيقه لحد يعني انت فاهم, بس في الاخر هو الراجل النهارده بيغير. الكابتن مشير بيتكلم في نقطه ان اللعيبه ريحت شويه أوي. او هو شويتين. هو نفسه ريح قال هكسب النهارده ماتش وخلاص وهيعدي في الكوره في كده. ايوه انا بقول لك يا كابتن النهارده البنك الاهلي فرقه